أنا أول شيء أنصح اللي بده يدخل هذا المجال أن يختار المؤسسات المتخصصة، مش أي حدا بيقول له في مسابقة جمال يفوت فيها، لأنه هذا عالم فيه مليء بالأماكن الخطرة. حتى بالمسابقات الدولية ما فيهم يشاركوا بأي مسابقات، لأنه في عدة مسابقات اكتشف أنه عم بيتعاطوا الدعارة من وراها، وعم بيحاولوا يستقطبوا الشباب والبنات لحتى يعملوا أشياء مش صحيحة. فلازم أنا أنصح أول شيء وين أنتوا رايحين، كانت الصبية هالصبية الصغيرة أو الشاب، أنتوا عند أي حدا رايحين تتوجهوا لحتى تشاركوا بهالمسابقات. فيجب اختيار الأماكن الصح، وكمان لازم يتحصنوا بالأخلاق ويتحصنوا بأنه هيدي رسالة وطنية، مش هيدي عرض جسد أو مغريات لحتى يقدروا من خلال اللقب يستعملوها لقضايا غير شرعية.